الصف الاول نجمة الفنانة ياسمين عادل واللقاء غنى باشا. زعلانة منك. زعلانة ليه؟ غنى باشا العربي الغالي نجمة مصر. احساس كعبة. احساس كعبة. السلامة كل الناس اللي جاية تحية جميلة غالية عشان خاطر فرحة النهاردة. الله تعالى باشا يشرف كل نجومه كل حبايبنا كل حبايبه كل اخواته. يلا يا باشا توكلنا على الله وكل رجالة النهاردة بنصب عليه وصاحب صاحبه نجم الفنية بيصب على باشا سبع عاصمة نجم احمد محفوظ. يلا يا باشا قولوا سمعنا نجم ياسمين عادل. حماده باشا سلطان احلى تحيه يا ابو وامل البلد وعندنا فرحه جميله 31 ان شاء الله افراح يلا عليهم احلى صوت اللي بيصب علينا احنا بنصب عليه اللي بيصب على شيخ الدعش اللي بيصب على كل الرجاله ويوم معركاته 23 3 6 واحلى شوفه والصبع على العظماء بنصب عليك يا باشا صبع على العظماء واحلى شوفه صباح جميل عليك يا باشا بيصب علينا وعبيدة وشوفه وثلاثه وصلى على اربعه بطل سعيد ندى صب عليك عم سعيد يا ندى وعادل ندى شوكة وشوفة بتصب عليك يلا يا باشا يا
خد بالك اللي حضر اخوكوا حبيب قلبك الاستاذ حسن عبواب، اهلا وسهلا فيه كل نجوم الغربيه وكل نجوم الكسر. يلا يا باشا، يلا يا باشا حمود. الضحكه تعدي على سلامة الرسول واحنا بعض وكل مكان. والضحكة تعدي واللي هيفضل ليا حب حبيبي ليا، حب حبيبي ليا حبايب حبايب، مش خلاف نجمة مصر وبنقول الإحساس نعمة من عند الله، نعمة من نعم الله. الإحساس النجمة، الإحساس النجمة ياسمين عادل بناء على لسان الرئيس إبراهيم البدري بابور وكل متعهدينها الكبار، الرئيس إبراهيم البدري أبو حسين بيقول نجمة مصر والإحساس العالي والإحساس نعمة من نعم الله علينا. ربنا يديكي ويديكي نعم الله. نجمة مصر ياسمين عادل ابو حسين بيصب على جنابك بيقول لك اسمع الكلام الجميل اللي انت بتقولي ده من اول تاني، بيصب علينا بيقول النجم احمد محفوظ الرئيس ابراهيم البدري وعامل الناس كويس عشان تبقى رئيس. احنا ابو حسين الاداره الشاطره بتاعتنا ونجوم بلدنا ومتعهدين البابور بيصب عليه والزماله الجميله المشرفه الاستاذ ابراهيم البدري بيقول النجم احمد محفوظ